Aslema, marhaba bikoum dans ce petit tour guidé virtuel du service d'anesthésie et réanimation de l'Ouahda al-Jirahiya al-Aghalba, le Mustachfa al-Jami'i d'Ibn Jazar. قسم التحضير والإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بن الجزائر يتكون في سيخته جديدة من 3 قاعات كبيرة. كل قاعة تتكون من 2 سالات صغار، كل سالة تحتوي على 2 ليمونتيدرياء كما تنجموا تشاهدوا معنا لهنا. avec quelques équipements en plus في كل سالة تنرجع عليهم خطوة بخطوة. هذه القاعة الثانية، هذه الجزء الأول من القاعة الثانية اللي هو متكون من 2 ليدريا مونتي اللي تنجمو تشوفو معنا، وما تبعه من تجهيزات. هذا الجزء الثاني من القاعة كيف كيف 2 أسرة إنعاش بما يكفيهما من تجهيزات. هذه القاعة الثالثة الأخيرة، الـ4 أسرة نتاعها مقسمة 2 أسرة في كل جهة من الغرفة. إذا أسرة الإنعاش بتجهيزاتها المتكاملة. هوني كيف كيف، الجزء الثاني من الغرفة، 2 أسرة إنعاش متكاملة التجهيزات. توا باش ندقوا مع بعضنا في كيس كان لي دو رياناماسيون مونتي. ألوغ، ان لي دو رياناماسيون مونتي هو الفراش هذا، سي لو لي ارتيكولي، معناها لي يتنجم يتحط في عديد لي بوزيسيون باش يخول معناتها المريض البوزيسيون اللي تناسبو اكثر وتناسب حالته الصحيه وتناسب العلاج اللي نحبو نقدموهولو. الى جانب الفراش هذا لو لي دو رياد مونتي يكون مع لو ريسبيراتور دو رياناماسيون اللي هو جهاز التنفس الاصطناعي، يكون مع le moniteur de surveillance ou le scope اللي هو يحاول نشوف لي سيني فيتو نتاع المريض، ما في ذلك لاتونسيون انفازيف اللي هي حاجه مهمه جدا ياسر. وفي هذا السياق يكون معانا عندنا ان سيت دو بريسيون داخل في تركيبه جهاز قيس التونسيون انفازيف، معهم يكون عندنا اون كولون دو بوسيرانك كما تنجموا تشوفوا لهنا. كولون دو بوسيرانك هذه باش نستعمل العديد الادويه اللي نحتاجوها في الانعاش بالليزانس اللي حاشنا بها. معهم عندنا لي بومب انفيزيون و الانفيوجن بامبس اللي يخلينا نحطو معناتها بالفيزيون البريد بالديبي اللي نحبو عليه واللي نحكمو فيه كيما نحبو. عندنا ان سيستيم داسبيراسيون بيان سور افيك سون بوكال. باش نتعداو نشوفو بعض الاجهزه والتجهيزات الاضافيه المتواجدة بقسم تخدير الانعاش بالغالب. نبداو بالاباري دو ميزور دو غاز دو سون اللي هي آلة مهمة ومهمة جدا في خدمتنا، تحاول لنا القياس نتاع بليزور بارامتر بيولوجيك مهمين لمرضانا في حينيا ما غير ما ناخذ نهزو تحاليل المخبر نستناو فيهم. عندنا كذلك دون لو ميم اسبري لاباري ايمو كيو اللي تحاول لنا قياس الهيموغلوبين في حينيا وبدون نقل التحاليل الى المخبر. نتعداو توا لان دي شاريو دورجونس اللي عندنا منهم في السيرفيس كيما تنجمو تشوفو. سو شاريو دورجونس ايكيبي دو سون بروبر مونيتور دو سيرفيونس و سون بروبر سكوب، فيه كذلك ان فيديو لارانغوسكوب و ان ديفيبريلاتور سيمي اوتوماتيك دو ترانسبور. نتعداو كذلك لوحدة خير من عديد لي شاريو دورجونس اللي عندنا في السيرفيس واللي هذا حامل الريسبيراتور دو ترانسبور او المناعة دو ترانسبور اللي يفيدنا برشا في نقل المرضى اللي حالتهم حرجة واللي هما تحت التنفس الاصطناعي من قسم الى قسم ومن مستشفى الى مستشفى. كذلك عندنا ان دوزيام ديفيبريلاتور كما تراهوني. عندنا كذلك آلة التصوير بالاشعة باش نجمو نصورو مختلف صور بالاشعة اللي تنفعنا من غير نقلهم من اسرتهم. في قسمنا توجد كذلك سوليف باسيون كي ايد دون لا موبيليزاسيون دي مالاد اليتي لمده طويله واللي حركتهم نقصت. عنا كذلك مخزون محترم من الاكسجين للحالات الحرجه لا قدر الله.
عنا كذلك مخزون من المونوكسيد دازوت يعاوننا برشا دون لي ثيرابي دي سيندروم دو ديتريس ريسبيراتوري ايغو، كما عنا مختلف التجهيزات والالات المتواجده بمختلف لي شاريو دورجونس المتواجدين ببهو القسم واللي منظمين فيهم التجهيزات سلون لو ديغري دورجونس في الحاجيات تاعنا ليهم. دونك مرحبا بكم مرة أخرى في قسم التخدير والإنعاش بوحدة الاختصاصات الجراحية الأغالبة التابعة للمستشفى الجامعي بابن الجزار القيروان. قسم التخدير والإنعاش هذا كما قلنا متكون من 12 سرير إنعاش أو 12 لي دو رينيماسيون مونتي بكل ما يتبعه من تجهيزات وأجهزة لازمة باش نقدموا أحسن ظروف علاج المرضى في حاجة لهم.